السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج رسالة شاب. رب العالمين حمل الوالدين مسؤولية تربية الأبناء، لأن إذا صلح الأولاد صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. ومن ضمن مسؤوليات الوالدين مراقبة الأولاد، لكن لماذا يجب على أولياء الأمور مراقبة أولادهم؟ شنو هي الطريقة المناسبة للمراقبة؟ هل تعتبر مراقبة الأولاد تدخلاً في خصوصياتهم وانتهاكاً لحقوقهم؟ بالذات للي عدوا مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة. هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عليها في حلقتنا اليوم، تابعونا. أنا شاب أبلغ من العمر 16 عاماً، أظن بأنني أصبحت كبيراً الآن بما فيه الكفاية لكي أكون حراً في تفكيري وتصرفاتي، فأنا أطمح للحرية والاستقلال في اتخاذ قرارات المصيرية، وكذلك اتخاذ الأصدقاء الذين استأنس برفقتهم. مشكلتي هي أنني أشعر أن أبي يراقبني في كل ما أقوم به، وكأنه أصبح لا يثق بي. يقول إنه يحبني ويخاف علي من رفقاء السوء، ويريدني أن أكون إنسانا سويا مطيعا لربه، ولكن حرصه هذا أفقدني الثقة بنفسي، فأنا أشعر بأنه بدأ يسيء الظن بي وبأفعالي. هذا ما لاحظته من خلال الأسئلة التي يسألني إياها يوميا تقريبا، من قبيل ماذا تتصفح على الإنترنت ومن هم أصدقائك، حتى أنه يتدخل في الألعاب التي ألعبها. لقد انتقلت عدوى المراقبة هذه إلى أمي أيضا، ولا أدري ما هو المبرر لكل هذا. إنه مجرد خوف لا مسوغ له، وينمو عن عدم الثقة بي. لقد أصبحت لا أدري ما أفعل، ولم يصرحاني لحد الآن بما يريدانه أو يتوقعانه مني. أعزائي المشاهدين، أغلب الشباب مثل صاحب الرسالة اللي سمعتوها، يعتقدون في مرحلة المراهقة بأنهم صاروا كبار وناضجين، لدرجة أن لهم الحق في اتخاذات القرارات حتى المصيرية منها، واتخاذ الأصدقاء واختيار الأمور اللي يقومون فيها بشكل كامل. هم في الحقيقة يعيشون حالة من الثقة الزايدة بالنفس، وهي طبيعية في هالعمر، اللي خلتهم يعتقدون بأنهم في هالسن صاروا ناضجين ومستقلين، وقراراتهم ما لازم يتدخل فيها أي شخص حتى الوالدين. وبالتالي فهم يضجرون من مسألة مراقبة أفعالهم وتصرفاتهم، ويعتبرون هالأمر تعدي على خصوصياتهم وحرمانهم من حقوقهم البديهية، مثل ممارسة الهوايات اللي يحبونها واللعب، وكذلك اختيار دائرة الأصدقاء. لكن ما ننكر أن الوالدين هم أحد طرفي هذه المشكلة أيضا، لأنهم في أغلب الأحيان يسيئون استخدام طرق المراقبة الصحيحة، فيراقبون الابن بدون ما يفهمون موقفه، ما يبررون له السبب وراء تخوفهم ومراقبتهم اللي هو يشوف انها لا مسوغة لها. وهذا الامر ممكن يؤدي الى فقد ثقة الابن بنفسه، وممكن يقوده الى فقد او تضعيف علاقته مع والديه، بالذات لمن يحس الشاب انه مراقب من الاب والام معا، وبالنتيجة فهو يفقد الجرأة على المبادرة للتحدث مع اي واحد منهم. واذا استمر الوضع على هذا الحال، ممكن توصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه من تمرد الشاب على الوالدين، وخروج المشكلة عن سيطرة الجميع في حال أن كل طرف تمسك برأيه. الحل الجوهري لهذه المشكلة يكمن في المراقبة بذكاء. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في أولادكم. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من هالآية المباركة، ندرك مقدار المسؤولية اللي تقع على عاتق الوالدين، خصوصا في مسألة حساسة
مثل مسألة مراقبة الأبناء. البعض من الأبناء وبالذات بدايات سن المراهقة يكونون متفهمين ومدركين بأن للأم والأب الحق في متابعة الابن والخوف عليه، وهذا يعتبر فرصة للأبوين لازم يستغلونها في محاولة التوضيح للابن بأنه رغم كونه واعي وبدأ يكبر لكنه ما زال محتاج لنصح مراقبة الأبوين، ويفهمونه أيضا بأن كل شيء يسوونه الهدف منه هو أنهم يبون ولدهم يكبر على الصلاح والنجاح في أمور الدنيا والآخرة، ويبون ينمو على التدين الأصيل والأخلاق المحمدية، وكذلك يبون ناجح في الأمور الحياتية المختلفة. أيضا عليهم إقناع الشاب بأساليب متطورة بأمثلة قريبة إلى نفسه بالأمور اللي يحتاج تجنبها أو أخذ الحذر والحيطة منها، ويعلمونه شلون يتخذ القرار الصحيح ويتجنب الاختيارات الخاطئة. فمثلا يفهمون بأن هناك أصدقاء سوء وأصدقاء جيدين، ويعلمون كيف ممكن يعرف السيء من الجيد، ومثل ما يقول المثل لا تعطيني سمكة إنما علمني كيف أصطاد. فعلى الوالدين أن يعطون أبنائهم مفاتيح الاختيارات الصحيحة. أيضا لازم على الوالدين أن يوازنون بين الأمور، فما يشدون على الشاب في المراقبة أو يتدخلون بكل شيء، بل يعطون مساحة من الحرية حتى يبدأ يحس بالمسؤولية شيئا فشيء، وفي نفس الوقت ما يتركون الأمور على قاربها ويصير الشاب بلا أي رقيب يتخذ قرارات مصيرية أو يخرج مع الأصدقاء لساعات طويلة أو يجلس أمام التلفاز مثلا يلعب أي لعبة بدون رقابة لنوع اللعبة أو مدة اللعب، أو ينشغل لساعات بالدردشة عبر المواقع التواصل الاجتماعي من دون ما يعرف الأبوين من هو الطرف الآخر في حياة الشاب وما هي المواضيع اللي يتكلمون عنها، وهو في عمر يحتاج فيه للإرشاد. إذن اعتماد الوسطية في مراقبة الأبناء مهم لكسبهم، فعلى الأب والأم أن تكون علاقة صداقة ومصاحبة حتى يتمكن الشاب أو الشابة من مصارحة الوالدين بتفاصيل علاقتهم مع أصدقائهم اللي بالمدرسة أو بالدردشة في الإنترنت، وما يحسسون الأبناء قدر الإمكان بأنهم تحت المراقبة المستمرة حتى ما يفقدون الثقة بأنفسهم وبالوالدين، لأن المراقبة البوليسية للأولاد تقرب الثقة بين الطرفين مما يجعل الشاب أو الشابة يكتمون تفاصيل حياتهم خوفا من ردة فعل الوالدين، بينما مصادقة الأبناء مع ما لها من فوائد أخرى تجعل الشاب أو الشابة مثل ما يقولون يفتح قلبه لأبويه، وبالتالي تكون الحاجة للمراقبة أقل بكثير أو ربما معدومة لتنامي الثقة بين الأهل والأبناء، وهذا في حد ذاته يوفر جهد ووقت للأهل حتى يتفرغون لأمور أخرى تخصهم وتخص تربية أبنائهم. أعزائي المشاهدين، كلما جاء جيل كلما صارت التربية أصعب. ليش؟ لأن الملهيات والمغريات تزداد يوم عن يوم، ولحسن حظنا فنحن في هالأيام اللي تصعب فيه تربية الأبناء نعيش في زمن وجود معصوم ممكن الوصول إليه وسؤاله عن أي شيء يخص موضوع تربية الأبناء، وهذا اللي صار فعلا. فالإمام أحمد الحسن عليه السلام سئل عدة أسئلة تخص تربية الأبناء وكيف ممكن التعامل مع مشاكلهم، ومن ضمن هذه الأسئلة كيف نوجه أبنائنا للقرآن بدلا من البرامج التلفزيونية اللي لا تنفع ولا تضر. فكانت إجابته عليه السلام هي: وبالنسبة للعب أو مشاهدة التلفزيون أو حتى دخول الإنترنت وألعاب الكمبيوتر وما شابه، فيجب على الوالدين مراقبة أبنائهم ومنعهم عن الأمور المفسدة. فمثلا إذا كان الطفل يدخل الإنترنت ليلعب فيجب أن يكون دخوله تحت نظر والديه، ولكن لا يجوز منعهم عن اللعب أو ممارسة طفولتهم لأن هذا سيؤثر عليهم إن كبروا. انتهى كلامه عليه السلام. ف
فمثل ما تشوفون أعزائي المشاهدين، الإمام أحمد الحسن عليه السلام ما قال لازم تمنعونهم من مشاهدة التلفاز أو اللعب، لأن اللعب أو مشاهدة التلفاز هو حق من حقوق الأبناء إذا أرادوا ذلك، ولكن عليه السلام قنن الموضوع بأن على الوالدين مراقبة أبنائهم لتجنب الأمور المفسدة. فالموضوع مو بالمراقبة أو الحرمان المخل ولا بالتمادي المضل، ولكن أمر بين أمرين. ختاما أحبتي، راقبوا أبنائكم ولكن بذكاء، وجهوهم ولكن بأسلوب يتناسب مع طريقة تفكيرهم، ولا تقيدون حرياتهم بشكل مبالغ فيه. مع كل هذا اسألوا الله أن يعينكم ويجعل أبنائكم قرة عين حقيقية لكم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من سعادة الرجل الولد الصالح. نسأل الله لنا ولكم الذرية الصالحة، والحمد لله رب العالمين.